يا ودي اليوم مش تاكل قلبك اليوم العب خويا ونقص من حسك. مش مشكلة. هيا بابا والله على البار ملا ناس يا المطفى. يبي لا عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. تشبيك يا ودي وجهك خويا برج وليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بربي سيبي مش نصرك الحاجة. انت تو تفرق بين الحلم والحقيقة؟ قبل ما كنتش نفرق. من اللي جيت انت للدار ولا انت تفرق انا بين الحلم والحقيقة؟ علاش دخلني انا؟ هابش فسر لك الحقيقة شنية هي الحقيقة. الحقيقة انه عندي نسيب مسطك ماسط وقحاف ما فهمش روحه. الحقيقة دي الحقيقة. الحلم مش هو الحلم. نتمنى نهار من نهارات نحل عينيا هذه اللي نحلم بيه ما نلقاش في الدار. ربي في ربي فك عليه. والله والله نحكي معك بجدية. والله خلينا ما نتفدليك. ماك ما تجيكش هكا مرة ساعة هكا تبدا تحلم عينيك محلولة؟ والله صارت لي مرة فهمني ولا تخلبزت بين الحلم والواقع. تعرف البارح انا بين نومين لاني راقد لاني فايق وجاني جدي الله يرحمه. الله يرحمه جدي الساسي. تعرفه انت ولا لا؟ ما نعرفوش. اما نعرف السلالة. انت ما تعرفش جدي الساسي؟ ما نعرفوش. تي تونسك مش تونس. العالم بيحكي بجدي. عالم العالم يحكي بجدي. الله يرحمه جدي ودموغيد جدي ومخ جدي وعلم جدي منها مرة في الحرب العالمية الأولى دي جاء شارديغول. شكون؟ شارديغول نهج. لا شارديغول بيدي. شارديغول بيدي لحمه بشحمه. هاي جاء السيسي جدي. جاء جدك. هاي وكان جندي قريح. شكون؟ ما يرحمش جدي في الحرب. قال له يا ساسي تدخل معانا في الحرب الألمانية الفرنساوية وفهمتي واقف معانا واحنا من الأول. جدي ما حبش كده. هي عنده الحق. ما حبش. بعد خذ كلمة وهات كلمة ولا جبد الرشاش متاعه ومشى. شكون؟ جدي الله يرحمه. ويتسرك له به للمعنى طيارات من فوق دبابات غواصات ملوطة وهو هكاك مسرك ليه به وسيي بيشوت له سيي جد الرشاش فندام وبيشوت له جدي. هي. وهتلر يصب الزيت. وين شو دخلنا في الزيت طول؟ جدي هتلر وصل لغديكا قصر هكا الجدي هتلر. هاي قالوا تونيزيا بالألمان. قالوا تونيزيا عمل هكا جدي حشم. قالوا دو سيرس. قالوا سيسي. قالوا سيسي يرجعني بالكذب وتحملوا بعضهم بالحملة. هتلر يبكي وجدي يبكي ما قرأوا مع بعضهم في البزار. شكون؟ جدي وهتلر. جدك قرأ في البزار؟ هاي قرأ اسمه تشكيلي. جدك قرأ في بزارة؟ ريش شرغم هتلر هذاك بروجي فان ديتيد انت جدي لا يرحمه. الله يهو خسر هتلر جدي. قالوا يا ساسي تو احنا عشرة وكذا ومنا وقارين مع بعضنا ما يصيرش نحاربوا بعضنا. قالوا ولا غالبا نعطيه كلمة للفرنسيس وما نجيبش نجبد به ويهز جدي حصان. وقالوا ما لا تعرف كيفاش عنده حصان. ما لا شنو الحرب جدي عنده حصان. ما لا حول ولا قوة الا بالله. قالوا تعرف شي كيفاش برا ما لا اقصد ربي على روحك راهو تتشد مرة أخرى اني ما عادش نسيبك. وهز جدي حصانه زربكو. جد من حصان جدي اسمه زربكو. زربكو وطلع على الحصان وتخلط عليه أكل بي إيش وخمسين هذيك 52 يعطيك الصحة وتضربه بالعنقودي يتقسم الحصان في زوز. جدك ليه؟ لا جدي ما تقسمش. الحصان تقسم في زوز. هو لا يقبل القسمة جدك. اشتر مشاي بعر واشتر مشاي نهج. مشاي الأولاني شنو هو؟ اشتر الحصان مشاي بعر على روحه والآخر مشاي نهج على روحه ويعمل جدي رولات في الهواء. فروة في البونتا بتاع جبل الهيمالايا يعاود تخلط عليه البي اش 50 تضربه بالعنقودي يتكركب جدي يتكركب عندي كيتا ووقتها لو 19 جويي وصل لو 19 سبتمبر. وين؟ لدارو. هو يتبرق. واو شبيك سارق 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 سارق. لحظة يا ودي ليه فهو السرق. أي الحمد لله يا ربي في بالك اللي نحن نحلمه. شو نحن نحلمه؟ لا لحظة أتفصل لك. إيش السرق؟ إيش هذا صباح صاحبي لا المستعان.
لحظة نحكي لك يا ودي، ما مرة فاتت تخلبصت ماشي في بالي سارق من جد، طلعت نحلم باش تحكي لك فاصل كيفاش صارت. يقوى عليك ربي يا تسيبي، شت شوت انت شوت. يا ولدي جدي جدي هذا كان حاجة كبيرة ياسر. يا سيدي حكيت لكم انا لفصت الزيتونة. بربي بربي سروق، اسمع فاصة دي احكي لي فاصة الزيت، انا ما برجي ديما بالزيت وبالقلاية، برص امك احكي لي على فاصة جدك سيسي حكي حكي برص امك حكي. اي يا سيدي وقتها شو مش نقول لكم، اللهم صلي على سيدنا محمد الزيت صلي على النبي، الزيتون خيرات في تونس ما شاء الله، الزيت اغوغو اغوغو اغوغو. اي كمل جدي كملنا جمعنا الزيت فهمتي ولا برم برمل الاف البرمل الاف البرمل عم تعطينا لايطاليا شويه، يعطينا تفتوفه لاسبانيا، يعطينا تفتوفه لفرنسا، يعطينا بلوش يدوب الزيت بلوش مع جدي بلوش. كان كريم كان كريم كان كريم الله يرحمه شوي كبير، كان خير في الدنيا، كان خير في الدنيا مش كما تهو. عاد خدك جدي فوق الزيتونه، الزيتونه الكبيره هذه أي كبيره يا كبيره كبيره يصبر أي. جدي كان معلم تاع زبيره أي. عنده ضربه بالدزدره شيء كبير. جابت شي جدي القصعه نتاع العسيده اي، جابت قصعه تاع سيده حطتها تحت الزيتونه، فطور جدي كان وكال كان وكال كان وكال كيف بالضبط ياكل 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 طالع ياكل نبتك كي سيده بالضبط والله. عرفتك الوحده تاع العصيده هذيك الكبيره؟ عرفنا امشي كمل. وكل المدوره كنت نحطوا فيها الزيت في الوسط هذيك اي في وسط العصيده يعمل فيها العسل في الوسط هذيك هذيك عمل فيها الزيت شويه أي. سكر من فوق اي صش كاين سكر يمشي برك جوعان امشي حسين هو يصبرك ما نعرفش كيف الزلقه تساقيه يتيح يجي في وسط العصيده وين يجي فوق الوحده بتاع الزيت حفره في الحفره بتاع السيدي يغفق يغفق بالزيت شكون جدي خرجناه خرجناه حومه كانوا نعصروا فيه تعصر في شكون نعصروا فيه جدي يا جدي اعصر يا جدي هي اعصر يا جدي خرجنا منه 82 برميل زيت الضوح من شكون من الخلعه والشورت بتاع جدي كسرناه ها لاباس وزوز بدين صغار قويت شويه راك يا نسيبي قعمور سمحنا سروق سمحنا عطلناك شويه برا خويا يختم على روحك الله المستعان تحقق اي حاجه